استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد في مجلس سموه الأسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء والأعيان وأعضاء مجلسي النواب والشورى والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع. من جهتهم أعرب الحضور عن سرورهم وتقديرهم لمجلس سموه العامر مشيدين بحرص سموه على الالتقاء بالمواطنين والسير على تكريس قيم الآباء والأجداد والحفاظ على روح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة، منوهين بجهود سموه في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة الموقرة من سعي متواصل نحو مستويات أفضل من التنمية والخدمات وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.